السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم وشرفتوني على قناتي المتواضعة. النهاردة الحلقة صدقة جارية لوالدي ولكل أموات المسلمين، ادعو لهم بالرحمة والمغفرة وقول لهم الفاتحة وكل عام وأنتم بخير. حلقتنا النهاردة هتبين لنا مين هو البحار الحقيقي ومين هو البحار المزيف. الحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الجود براكتس اللي هتبين مين اللي كان لازم يفضل مكمل على المراكب ومين اللي كان لازم يسيب المراكب من وقت طويل جدا. انا بسميه البحار المزيف او البحار اللي ما كانش لازم يطلع مراكب اساسا من الاساس خالص من الاول البدايه. خلينا ندخل في صلب الموضوع بتاعنا، ومش هقول لك بقى روح شوف الحلقات القديمه او اضغط لايك او اعمل الكلام ده كله، انت هتشوف الحلقه دي وبرضه بنصحك انك لازم تروح تشوف الحلقات القديمه. خليك معايا للنهايه ان شاء الله، هنتكلم عن السلوكيات الصحيحه والسلوكيات الجيده اللي كان لازم تفضل موجوده على المراكب عشان ما نوصلش للي احنا وصلنا له. واول سلوك معانا او اول جود براكتس، وبالمناسبه انا شاركت في كذا جود براكتس وخدت جوائز منها ولسه لحد النهارده بشارك ولسه عامل فكره الحمد لله رب العالمين، وخدت فيها ترتيب وخدت فيها برضو شهاده الحمد لله رب العالمين. ودي من الحاجات الجميله جدا ان انا ليا الفخر ان انا عملتها على السفن، وان انا حاولت ان انا اكون بحار جيد على السفن. فخلينا نبتدي مع اول جود براكتس، الا وهو الماستر ستيشن او الماستر ليست. دايما بتلاقي الناس مش عارفه الديوتيز بتاعتها او الحاجات اللي لازم المفروض انها تعملها خلال اي تدريب او خلال المناوره الحقيقيه او خلال الطوارئ اللي بتكون موجوده على السفن. لقيت الصوره اللي قدامك ديت وكان نفسي اطبقها على المراكب بتاعتي، بس دايما بيبقى معايا بحاره مزيفين مش يعملها خلاص وبراحته، الا وهي الماستر ستيشن. شايف الصوره اللي قدامك ديت، هتلاقي الابطال هنا مقسم الفرق في الماستر ستيشن نفسها، فعامل كل ليدر يقدر يتكلم مع التيم بتاعته ويبقى عارف التيم بتاعه وعارف ايه المسؤوليات بتاعته ويدربه بنفسه وهو كمان يتدرب معاهم، وفي الاخر يطلع نتيجه التدريب او نتيجه الطوارئ اللي موجوده على المراكب بصوره صحيحه جميله جدا، لحد ما ينزل من المركب ويطلع زميله هيبقى فاهم القصه كلها. وما دام انت هتسيب الحلقه بسرعه، فخليني اقول لك تاني جود براكتس معانا، الا وهو الجاربج اريا. دايما كبير الظباط لما بيجي يعمل الجاربج روم بيعملهم بالطريقه بتاعتنا اللي هي متداوله، مش عايز اذكرها وهقول لك الجود براكتس بتاعتها، الا وهي انك لما تيجي تعمل الدرامز تعملهم بالالوان وتكتب عليهم الدوميستيك والبلاستيك والحاجات دي كلها، ده كويس جدا، ولكن لازم تضيف عليها الكات 1 والكات 2 وكمان تضيف عليهم النسب عشان كل البحاره تبقى فاهمه دي ايه طبقا للجاربج بلان. وتيجي على الجاربج روم وتيجي عامل ليها برضو الكالر بتاع اللون اللي انت عامله تدخله جوه عشان الناس وهي بتعمل سبليكيشن او تعمل عزل للقمامه اللي موجوده تبقى فاهمه فين اللون ده، مش بس شخص واحد او شخصين بس هم اللي فاهمين الاماكن وخلاص، لا كل الناس تبقى فاهمه هنا البلاستيك هنا الدوميستيك هنا الاويل هنا الراجز، فكله يبقى موزع بالطريقه الصحيحه. تالت فكره معانا الا وهي البين ستور. دايما هتلاقي البشرايس هو الوحيد اللي عارف الدهانات فين وخلاص، حتى البحريه نفسهم ما بيبقوش عارفين ولا الظباط ولا اي حد، وبنتلخبط وبنفضل ناخد مكان رمز ونفضل نلف ونقرا ونعمل، لا انت زي ما عملت في الجاربج روم هتعمل برضه في البيت ستور، هتعمل لي نظام قطعات وتدهن لي المكان باللون بتاعه، تقول لي هنا بلو هنا، طبعا طبقا للبينت بلان او البينت بلان اللي هي معتمده من شركه بتعمل لك الدهانات البحريه اللي موجوده على السفينه، فهتنزل القطعات بتاعتك وتعملها بشكل جميل. والدرامز او اي حاجه بتكون خلاص انت هتستهلكها او هترميها في الجاربج تعمل لها مكان لوحده وتبعدها عن طفايه الحريق، ارجوك ابعدها عن طفايه الحريق، اعمل منطقه عزل طفايه الحريق ما تلمسهاش بشكل جميل. هندخل على الكود براكتس الرابع هو السوبر روم، وطبعا المنطقه دي دايما محدش بيبقى عارف ايه اللي جواها ولا عارف اساسا ايه اللي استخداماتها ولا فاهم ولا حد بيدرب، فانا عندك البوستر ده هتعلقه بره وهتدخل لي جوه يا سيدي كده في السوبر روم، هتعمل كل معده باستخداماتها، تعمل شورت كده نوتس للناس تبقى فاهمه ايه الاستخدام ده وايه الاسم الحقيقي ليها وكم العدد بتاعها بعد ما تجرد الجرد الصحيح ليها في السوبر روم عشان تعرف الناس بالاشكال. وده جود براكتس زي ما قلت لك، ده مش حاجه مفروضه عليك ولكن دي هتوفر عليك وقت ومجهود. هندخل على رقم 5 ودي برضو مهمه بالنسبه لي لان انا كنت دايما بلاقي فيها عقبات وعملتها الحمد لله على المركب وحققت نتائج كبيره جدا الحمد لله وخدت فيها جائزه، انا اللوكر بتاع البريسنج ابراتوس. البريسنج ابراتوس دايما بتلاقي فيها الناس بتحطها في صندوق كده وارمي وخلاص وتفضل انت بقى في المشاكل بتاعتها طول الوقت، لا انا جبت لك الصوره اللي قدامك دي، صندوق جميل كده هترتبه بشكل جميل وتعمل فيه البريسنج ابراتوس او البريسنج ديفايس في حته والسلندر في حته والهلمت زي ما اللي قدامك في الصوره دي، انا عايزك تعمل زي اللي قدامك في الصوره دي بالظبط، ولو عندك ابداعات تانيه اعملها هتوفر عليك وقت ومجهود وهتعرفك الدنيا ماشيه ازاي في السيفتي ستورز او الفاير ستيشن اللي انت حاطط فيها
او ايا كان المكان اللي انت حاطط فيه البريسنج ديفايس. الفكره السادسه ودي فكرتي برضو الحمد لله رب العالمين وخدت عليها جايزه، الا وهي السيفتي اي دي. بعد الناس ما بيتعمل لهم فورميزيشنز اللي انت دايما بتمضيها وخلاص وما بتعرفش ايه اللي جواها، انا عايزك تجيب الفورميزيشن ديت، تجيب الاسئله اللي فيها وتعملها عباره عن سؤال وجواب، وتسيب البحار هو اللي يجاوب بعد انت ما تخلص له الفورميزيشنز اللي انت عملتها له، وهو هيجاوب عليها، وتضيف عليها الرايتس بتاعته، الحقوق بتاعته على المركب في بعض الارقام زي ما باين عندك كده، وكمان تعملها بفكره ان البوليسي اللي موجوده ايه هي وايه هو اللي المفروض يعمله، ولو عايز تضيف فيها حاجه شويه نوتس، ده بعد ما تكون فهمت كل حاجه موجوده في الكابين كارد اللي عنده تضيفها في السيفتي اي دي، تعمل له نظام سيفتي اي دي، بطاقه كده كويسه من 3 ورقات ياخدها هو يجاوب عليها ويقراها ويمضي ان هو قراها، بالاضافه طبعا للفورميزيشن اللي هو انت عملتها. رقم 6 دي مهمة جدا جدا للضابط الثالث وكبير الضباط، الا وهي الاي ام اسمبلز. دايما الناس ما بتعرفش ترتبها ولا بتعملها وبتعملها بنظام سيء. هتشوف الفكرة اللي قدامك دي، هتجيب فايلز ايا كان الفايلز او صندوق يا سيدي، وتنظمه انظام قطاعات، ال اس اي لوحدها بالاي ام اسمبل بتاعتها، تعمل لها 2 فايل مثلا، ده ال اس اي بتوع ايه ودول ال اس اي بتوع ايه، ونفس القصة مع الفاير، دي الحاجات دي ودي الحاجات دي ايه، عندك الانبا هتقدر تطلع منه الحاجات وتنظمها بشكل كويس عشان تبقى عارف تعمل لها جرد، مش كله فوق بعضه ونقعد ندور ومش موجوده ولا موجوده اطلبها ولا ما اطلبهاش، لا هتعملها بالشكل ده، يا اما في صندوق كده كويس، يا اما في مكان ستورز له كويس لوحده، يا اما في الفايلز ديت. المهم تلاقي طريقه متوفر عليك وقت ومجهود عشان تبقى عارف تعمل الجرد وكمان الحاجه اللي انت عايزها تطلعها بسرعه. فكرتنا اللي جايه ديت لاخونا الطباخ دي مهمه جدا جدا، الا وهي الفكره السابعه، التراي ستور. الدراي ستور لما تيجي تعمله عارف زي السوبر ماركت، انا عايزك تعمله لي زي السوبر ماركت، توزع لي كل قطاع لوحده في الدراي بالاخص، انا ما بتكلمش عن الميت اللحمه او الفيش او الكلام ده او الخضروات، لا انا عايزك بس الاول تبتدي بالدراي ستور، تنظم الحاجات دي كلها عندك، الكوكيز مثلا، البسكوت بتاعهم بكل حاجاتهم وتكروتهم كده جرد، وتحط ورقه بالحاجات اللي موجوده هنا بالمكونات اللي هنا عشان تبقى عارف ايه اللي انت خدته وايه اللي انت ما خدتوش، وكمان الاكسباير ديت، تعمل منطقه كده لو في حاجه خلاص قربت تنتهي فاضل عليها 3 شهور تجيبها في مكان لوحدها، دي تبقى مخصص مكان دول الحاجات اللي هتنتهي كمان 3 شهور عشان تبقى فاهم عشان ما يطلعش عليك حاجه غلطات، وتقسم بقى القطاع ده والقطاع ده والقطاع ده وترتب، ودايما تسيب مكان كده عشان تبقى عارف انت هتشتغل ازاي، تسيب مكان للورق وايه الحاجات اللي انت عايز تطلبها تكتبها في ورقه لوحدها، خليك منظم اكن ده المكان بتاع الشغل بتاعك، تعمله كده بجود براكتس مش كله فوق بعضه او تنظمه باي طريقه وتكون انت الوحيد اللي عارفها، لا احنا عايزين كل الناس اللي موجوده على الماركت تكون عارفاها. الفكره التاسعه بتاعتنا الاكزيت ساين. الاكزيت ساين يعني ايه؟ دايما الناس بتحط البوسترز او الاي ام او سيمبلز بتاعت الاكزيت ساين، انت اماكن الخروج بتاعت الطوارئ منين، ولكن بننسى حاجه مهمه جدا انا مش هقول لك عليها هي ايه القانون بتاعها، يبقى روح شوف الحلقات بتاعت التفتيش، بس هقول لك ايه هي الفكره. الفكره زي اللي قدامك في الصوره، هتعمل حاجه اسمها الهاي فيزيبيليتي. يعني ايه الهاي فيزيبيليتي ساين؟ هتحط الشريط اللي قدامك ده كله، ده يعني ممكن تقدر تطلبه من امبا، هتحطه كده في المناطق بتاعت الطرقات او الحاجات اللي جوه الاكوموديشن اريا في المركب كلها، عشان ده هيوفر مجهود عليك في اي طوارئ وفي التدريب، تبقى مفهم الناس ازاي دي منطقه الخروج في الاماكن اللي هي بتاعت الخروج للطوارئ، وكمان هتضيف عليها زي ما انت شايف عندك كده اي مكان طوارئ، في خصوصا في الانجن اللي هي الامرجنسي اكزيت، تعملها بالدور ده كله عشان النايت فيجن تبقى واضحه لكل الناس. معايا لحد النهارده كده، بص حاجه جميله جدا، هي حلقه كويسه والله العظيم، استاهل عليها يعني اشتراك. هنيجي الرقم 11، الا وهي المفاتيح اللي بتبقى موجوده في الورك شوب او الادوات اللي مستخدمه في الورك شوب بتاعت البلاشايس او في الانجن روم. دايما الناس اللي بتبقى شغاله فيها هي اللي عارفه الحاجات دي ايه او ايه استخداماتها، لا انت هتطلب من الضابط او انت بنفسك كبلاشايس او الناس اللي هناك تقعدوا تكتبوا استخداماتها وايه الارقام. اللي انا طالبه منك بقى الجود براكتس الحقيقي انك تعملها بنفس الطريقه دي، تعمل حاجه اسمها اليالو اللي هو تدهنها بالاصفر كده عشان ده الهاي فيزيبيليتي بتاعتها في حاله الامرجنسي سيتويشن تبقى واضحه، وتعمل الريد اللي قدامك ده عشان برضو يوضح ايه الفرق ما بينهم، وتعمل لي نوتس كده صغيره دي استخدامها ايه ودي ايه اللي موجود عنها والعدد والكام، وتعمل جرد ليهم عشان تبقى فاهم انت موضح ليهم. المشاكل دي احنا بنلاقيها في المراكب بتسبب مشاكل كتيره جدا، الجود براكتس زي ما قلت لك حباله طويله جدا ومش هنخلص منه، فانا بس بديك بعض النصائح اللي هتمشي في المركب وتخليك بحار كويس جدا. انا من زمان نفسي اعمل الحلقه دي، ويتمنى ان انا اكون قدمت لك حاجه
ولو بسيطة تنفعك في شغلك إن شاء الله بإذنك يا رب. ويا ريت تبقى بحار حقيقي بقى، ويا ريت بقى يا ريت يا ريت يعني تشتغل البحر بحب وتعمل الحاجات ديت وتعمل حاجات غيرها، ولسه معانا حاجات أكتر وأفكار أكتر. الأفكار لا تنتهي والجود براكتس لا ينتهي. أنا لحد النهاردة بعمل على فكرة في الجود براكتس دول في 6 أفكار الحمد لله رب العالمين أنا اللي عاملهم، بس بدون ذكر إيه اللي أنا عملته يعني، مش ده المهم عندي. المهم إن تكون المعلومة وصلتك كويس. وفي آخر الحلقة بتمنى أن تكون دعيت لوالدي ودعيت لكل أمة محمد. أتمنى لكم إن شاء الله بإذنك يا رب شغل في المراكب كويس جدا، وتكون بحار حقيقي مع الجود براكتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشوفكم في حلقات تانية كتير، وربنا يكرمنا جميعا ويوفقنا. سلام عليكم.